تقديرا للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، قامت الأمم المتحدة بتكريم عدد من الضباط ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في التأمين، كما تم منح شهادات تقدير ل211 ضابطا من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات. على مدار أكثر من أسبوعين كانت مدينة السلام شرم الشيخ محط أنظار العالم لاستضافتها قمة المناخ وتقديرا للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فعاليات المؤتمر، قامت الأمم المتحدة بتكريم عدد من الضباط ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في تأمين فعاليات المؤتمر، كما تم منح شهادات تقدير ل211 ضابطا من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات. وقد أشاد مسؤول الأمم المتحدة بقدرة واحترافية الأجهزة الأمنية على تأمين فعاليات المؤتمر والمظهر الانضباطي والحضاري الذي ظهرت عليه قوات التأمين وبخاصة عناصر الشرطة النسائية، وبتيسير إجراءات دخول أكثر من 19 ألف مشارك يومياً لقاعة المؤتمرات بالتنسيق مع أمن الأمم المتحدة وعدم حدوث ثمة مشكلات أو تداعيات خلال عمليات فحص ودخول المشاركين في ضوء الأعداد الكبيرة للمشاركين بالمؤتمر والتي تجاوزت 69 ألف مشارك، وهو رقم غير مسبوق لم تشهده مؤتمرات المناخ السابقة، والذين شعروا بالأمان طوال فترة تواجدهم سواء داخل أو خارج المركز الدولي للمؤتمرات. كما أشاد مسؤول الأمم المتحدة بنجاح الأجهزة الأمنية في التعامل الفوري مع كافة بلاغات فقد المتعلقات الشخصية للمشاركين، الأمر الذي قوبل باستحسان كبير من قبل المبلغين. وثمن مسؤول الأمم المتحدة غالياً جهود الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات التظاهرية ضد الممارسات البيئية التي تضر بالأرض في الأماكن المخصصة لها، والتي اتسمت بالاحترافية الكبيرة والمظهر الحضاري في التعامل معها. كما أشادوا بانتشار الخدمات الأمنية بكافة أرجاء المدينة مما وفر الأمن والأمان للزائرين مع وجود الارتكازات الأمنية ذات الشكل الحضاري المميز والذي يتناغم مع الصورة الحضارية للمدينة والاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات التأمين. تقدير وتكريم الأمم المتحدة للأجهزة الأمنية يؤكد نجاحها في توفير الحماية والتأمين لكافة المشاركين من رؤساء الدول والوفود والشخصيات الهامة خلال فترة تواجدهم بالمؤتمر، سواء في مقرات إقامتهم أو تحركاتهم وكذا المناطق والمزارات السياحية حتى مغادرتهم المدينة.